اسمي علاء الدين، عمري 55، أصبت بسرطان الغدد الليمفاوية، أنهيت علاجي بشهر 6/2010. اسمي زينة حداد، عمري 20 سنة، صابني سرطان الغدد الليمفاوية ستيج 4 وأنهيت علاجي ب 2012 الحمد لله. وهلأ بدرس سايكولوجي بالجامعة الأردنية. اسمي هامة بقاعين، عمري 23 سنة، أنا كان عندي هوتشكنز ليمفوما وأنهيت علاجي سنة 2003 وهلأ بدرس طب في الجامعة الأردنية. اسمي علي عبيدات، عمري 14 سنة، أصبت بلوكيميا الدم ولازلت بتعالج بمركز الحسين للسرطان. اسمي عمر، عمري 12 سنة، معي لوكيميا الدم، ما زلت بتعالج في مركز الحسين للسرطان. اسمي ليث ويليامز، عمري 12 سنة، عندي لوكيميا وبخلص علاجي بعد أسبوع. اسمي عمر، عمري 13 سنة، كان عندي بركة لمفوما وخلصت علاجي بسنة 2013. اسمي بلال، عمري 13 سنة، كان عندي ورم بالدماغ وخلصت علاجي سنة 2014. اسمي شروق الشمس، عمري 20 سنة، خلصت علاجي من سرطان الغدد الليمفاوية في 2013 وهلأ عم بدرس طب أسنان بالجامعة الأردنية. اسمي هاني عليان، عمري 46 سنة، كان عندي سرطان الثدي وأنهيت علاجي سنة 2014. أنا اسمي سارة، عمري 15 سنة، معاي لوكيميا دم، خلص 2013. اسمي محمد القضاء، عمري 21 سنة، تشخصت بسرطان مفصل الحوض، أنهيت علاجي ب 2006، أنا حالياً لاعب ملاكمة وبدرس تأهيل رياضي في الجامعة الهاشمية. اسمي أحمد مكاوي، عمري 23 سنة، تشخصت غدد لمفاوية، خلصت علاجي 2010. وأنا اسمي طلال بن محمد، والحمد لله صار لي ناجي من السرطان 23 سنة. وأنا كما أسلفت إيمان عياد، وقد نجيت من السرطان قبل 4 سنوات، يعني ماذا أكثر؟ يعني ماذا أكثر من هذه القصص الملهمة أمامكم؟ وكما قالت سمو الأميرة غيدة طلال، يعني ماذا كان سيفعل هؤلاء المرضى لولا حظينا بمركز ومؤسسة الحسين؟